أنا هيلثي حيل وطبيعي حيل جوي جميل تعباني أنا حدي غير كل شيء أصير كل هبة عندي أنا تبي تكنولوجي عندي حجي تابعني أنا وبس سياسة بس عيارة حدي صدق هاي شباب هاي بنات شلونكم اليوم عندنا اليوم احنا بلشنا حلقه جديده اليوم تاريخ 26/4 نواف لا تحرش فيني اليوم عندنا عيد ميلاد عيد ميلاد شيء وايد مهم ايش فيك عيد ميلاد حبيبتنا اسرار عيد ميلاد حبيبتنا أسرار. بيتنا الثاني اسرار مو اسرار شكو بيتنا الثاني اسرار والله امكم يعني انا امكم اليوم عيد ميلاد تلفزيوننا تلفزيون اللي هو تلفزيوننا حبيبنا اللي هو تلفزيون الشاهد الشاهد انزين خلصنا سنتين وداشين بالسنه الثالثه وان شاء الله يا رب الرابعه والخامسه والعاشره والأمية والالف ايش رايكم نغني هابي بيرثدي تو يو لا مو الحين وقت المفاجاه راح نسويها اليوم عندنا وايد مفاجات فلازم تتابعونا لاخر الحلقه عشان تعرفون شنو هي المفاجآت لان مثل ما عودناكم ان احنا ما نقول احنا نفعل صحيح نواف نفعل مثل ما عرفتم مشاهدينا اليوم مفاجآت دسمة اليوم من عيار ثقيل مثل ما عرفتم ان اليوم حلقتنا وايد حلوه واليوم استوديو منور واتفاقيات ووناسه اليوم نحتفل بصراحه الله يعافي بصراحه معدتنا بصراحه الشغل سوت لنا اياه من شريف الامان نوجه لها تحيه زين اليوم مسوين طبعا محتفلين وشي مستانسين اليوم عيد ميلاد امنا بصراحه وبيتنا الثاني تلفزيون الشاهد تلفزيون الشاهد طبعا خلصنا سنتين وداشين بالسنه الثالثه زين طبعا شفنا من اول ما انطلق ليومكم هذا وهو دائما يسعى يدعم الطاقات الشبابيه يتكلم بالمواضيع الكويتيه تلفزيون جريء ما عنده حدود ما عنده قيود يتكلم غير التلفزيونات الثانيه هذا تلفزيون الشاهد واحنا راح نتكلم عنه شوي شوي وراح ندش بتفاصيل هذا التلفزيون بصراحه وجهه نظري انا عن نفسي انا لانه هو فتح لي بابه مهما راح اتكلم عنك يا تلفزيون الشاهد ليش البيت رصيني بس المهم ما راح اوفيك يا احلى تلفزيون بالدنيا تلفزيون الشاهد حبيبنا كمان يا حبيب القلب ولا شايف بالدور هو اليوم ماكو من اللي فجر من اللي فجر والله هي بروحها ترى سارة قبل الهوا شنو قلنا انا معاك نخاف من صوت شو اسمه الخوافه ما شفت فلالين يلا زين سوي تبع قناه الشاهد اليوم موضوعنا موضوع ثلاث سنين ماكو موضوع حلقه يعني نتكلم فيه موضوع ثلاث سنين ماكو فقره هيلث اليوم ما حد زعلان عشان فقرتك؟ لا بالعكس شايفني زعلان انا مستانس شوفوا اليوم اجازه اي اجازه علشان الشاهد انا ارضى بس علشان سبب ثاني علشان انتم تقعدون تتكلمون بالموضوع وتاخذون من وقت فقرتي لا ما ينفع بدر ما عندي العلماء العلماء شنو قالوا؟ اكتشفوا ان اسهل يعني اهم طريقه تحل كل المشاكل النفسيه والصحيه ان بني ادم لا يستانس يضحك فعشان كذي بدر اليوم ما له داعي فقرتك احنا لان مستانسين ومستانسين وقاعد نضحك لان عندنا مفاجات يعني فما راح يمدي ايوه فعشان كذي احنا مستانسين وهذه الهيلث بعينه وعلمه حتى لو يمدي ما عندي فقره انا بدر ابي بس استانس اليوم بدر اليوم مو ما عندك فقره خلاص خل اقول شيء شوفوا تقدرون تشاركونا على الفيسبوك اللي يبي يصير معنا مذيع يدزلنا حلم على الفيسبوك او دريم وراح ندق عليه ويكون معنا مذيع ان شاء الله هذه نعطيهم مشاركاتكم جاذرنج شو انت بكيفك نبي نشوف شو تقولون حقنا قاعد تقول لهم حلم او دريم يعني احلم او احلم لانه مو اي واحد يقدر يصير مذيع بصراحه بتلفزيون الشاهد لازم يكون يمتلك مقومات الاعلامي الناجح لان قاعد 11 سنه لان عندهم 11 سنه لان عندهم سياسه خاصه ببرامجهم طرح البرامج مو كل من هب ودب وقال انا بصير مذيع قام يتكلم على الشاشه ما يدري شنو يقول فاذا انت تبصير شاهد تلفزيون الشاهد فتلفزيون الشاهد قبل ما يبيك تصير مذيع لازم تيجي
تكون واثق من نفسك لان انت جاي مو حق اي تلفزيون، جاي حق تلفزيون الشاهد. ولا شايف ساره؟ ها من عارف اركز من هذا. والحلو ان بتلفزيون الشاهد ان احنا كنا ربع وصرنا ربع زياده. احنا قاعد نقول على قلب واحد. طبعا اكيد ما نقدر نكذب هالشيء ان احنا قاعد نقعد بالقناه اكثر من ما نقعد ببيتنا. حتى لما نخلص شغلنا نقعد، حتى لما يعني لازم حتى كنا قاعد ناكل هني يعني. فالحياه وايد حلوه بهالقناه، صاير مثل البيت. ما تحسين انه مثلا والله مبنى تلفزيون وفي ادوار ولا في واحد فوق واحد تحت، الكل يم بعض. لا اقعد نقعد مع بعض نستانس. الحلو ان احنا قاعدين هني من الظهر تقريبا، نقعد ليه مثلا بالليل غدانا عشاننا هني. يعني منو فيكم ياكل بالبيت كثر ما ياكل هني بالتلفزيون؟ يعني قاعد نجتمع وايد. صح، حتى جايبين عليك انت قاعد تبتلين من كثر ما تبتلين. عموما ترى تلفزيون الشاهد من اول ما انطلق كانت خلاص مميزه. ساره اول ما انطلق تلفزيون الشاهد بس موت بابا. انا اليوم فقدت شعر. بس تلفزيون الشاهد ترى من اول ما انطلق وكانت لنا الانطلاقه المميزه. شنو صراحه يعني حمل على عاتقه شنو هم الشارع الكويتي، وحب انه يتكلم على يعني مستوى الكويتي، ما حب انه يطلع برا ويتكلم بشؤون يعني بصراحه ما تخصنا احنا ككويتيين. اوكي يتكلم فيها بس كان هم الاول والاخير كويتي، وشعارهم ترى حلو كويتي وعزومي قويه. حتى تشوفون الاشياء القديمه التراث يعني الاشياء التراثيه الكويتيه دائما تلفزيون الشاهد محافظ عليها ودائما قاعد يتكلم فيها. بصراحه هذا شيء حلو ومتمسكين فيه تلفزيون الشاهد، وما غيروا فيه كلش نفس ما سووا يعني بعض القنوات لو ما نبي نتكلم. ابدعوا فيه بامتياز. بس تموا يعني حافظوا عليه ويعطيك الهويه الكويتيه بالاضافه بروح جديده وكذي. تفضل حمود. شنو تفضل؟ تكلم. شنو حاب تقول بهالمناسبه؟ اضف ما عندك. يعني احنا تونا جدد يعني انا وساره تونا يعني وصل لنا يعني عندكم تلفزيون الشاهد تقعد فيه اسبوع تتكلم فيه. احنا نقول لهم يعني كل عام وهم الف خير ان شاء الله. ان شاء الله يعني تلفزيون الشاهد يتم مني لبعد اجيال 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 اجيالكم. انزين، وبعدين طبعا شيء حلو اساسا ان احنا نحضر سنه ثالثه حق تلفزيون الشاهد، نكون موجودين بهاليوم هذا، ويكون طبعا عن عبر برنامج جادرينج. ان شاء الله بعد هذا برنامج جادرينج نسوي له بعد 5 ييرز لقدام في عيد ميلاد حق الشاهد. صح. ايش رايك يا ساره؟ ان شاء الله. انا بقول لكم عن خبرتي. انا اول ما جيت انا قصتي قصتي يعني عندي قصه حياتك كذا. ام القصص سمعي عشان اركز. سيب البلالين من عندي. تعالي تعالي لو سمحت. دير بالك دير بالك. اوكي قصتي ام ملكه القصص. انا هي شريف المعده حقتنا. هي ولكان يا مكان انه في جروب جاذرينج ويعني قاعده حلوه وناسه واصحاب، وقالت على الفكره يعني قالت لي كم بوينتس كذا وجيت وسويت مره فخره كضيفه. صح. ومن جد حبيتكم صراحه والله العظيم. وروني التقارير اللي سويتوها من زمان وبقول من جد هذا الشغل بحس انه يعني فن الله الشغل معاه يعني والله العظيم يعني انا حاسه حق المشاعر من جد من جد. انا حاسه نفسي احنا فاميلي احنا عائله يعني. بقعد هنا اكثر ما اقعد في بيتي. ولما اخلص الدوام ما ابغى اروح، مبسوطه قاعدين نتكلم ونضحك، كل واحد يسمع مشاكل الثاني. أيوة. وكلنا اصحاب. تدري ليش؟ لان احنا مو قاعدين ناخذ الشغل كشغل او كانه شيء هذا لازم نسويه لانه شغل، ما قاعد ناخذه صراحه يعني اكثر من انه شغل، قاعد ناخذه فن ومتعه. وحق ثلاث ارباعنا يمكن هوايه وشيء يعني من داخلهم. نفس انا يعني صار لي فتره طويله من 11 سنه. انت من قبل الشهر؟ صار لي 11 سنه. من قبل الشهر وانت 11 سنه وكم شهر؟ لا خلاص بس 11 سنه بس خلاص قطعنا على الاشهر اللي طافت لانه خلاص بس. حلو حلو شاهد فتح لي ايده بصراحه، وهذا شيء يعني راح اتم يعني طول عمري ما راح انسى هذا الفضل. طبعا بعد رب العالمين تلفزيون الشاهد يعني واشكر مخرجنا بصراحه ريفرس ما قصر، مدير القناه الخضري ابو علي هم ما قصر معنا من بدايته، وهو اللي يمسك الكاميرا وهو اللي يدربنا وكذي. زين نوف ساعاتكم شديد بس انا ادري ان شدته بريف لان لصالحنا. ليش انت ما قلت حق بعد نوهت حق مشاهدينا ومتابعين برنامج قادر ان اليوم حاضرين لهم مفاجاه حلوه؟ مفاجات وايد. في مفاجات عندنا مفاجات وايد قويه. لوت اوف سربرايز اليوم راح نسوي لهم سربرايز وايد. يمكن نخلي مريوم تطير. احنا شوفوا حمود انت مو في عندك فقره ساحر، حولني اميره. خلي حمود صغيره عشان تحولك اميره. ابرت ادمره سيري ضفدع. زين في شيء بصراحه لازم نشكره، لازم في شخص بصراحه لازم نشكره على طيبته وطيبه قلبه وتسامحه
وبصراحه اللي وفر لنا كل هذا وبصراحه لازم هو تعطي تحيه صح. وهو شو ما وجه له تحيه لازم هو تاج الراس لازم نوجه له تحيه. انت ملك التحيات يلا. تدرون ليش؟ تدرون ليش؟ يعني لولا هو بصراحه ما طلعنا في هالصوره ولا هالديكور ولا هالشيء هذا. نشكر بصراحه يعني شيخنا بصراحه شيخنا صباح محمد انزين اي. فنحب نشكر صاحب هذا الصفح الاعلامي كله يعني من تواضعا منه حتى ما يعني ما يبينا نتكلم عنه فما راح اتكلم عنه لانه هو ما يبينا نتكلم عنه فكمل بس خلاص ما نقدر نتكلم خلاص. شباب وبنات اللي قاعدين يتابعونا مكملين معاكم اليوم ولازم تشوفون السربرايزز اللي احنا محضرينهم. فنروح فاصل سريع ونرجعكم مره ثانيه. مهما تمر الليالي يا غالي بموتي ما أنساك. أحبك تدريش معنى أحبك يعني رقبتي في ذنبك وقربك أخي على فرقاك. أنساك هذا كلام أنساك روحي بعدها معاك يا ويلي ويلي ويل بداك قلبي علي بداك خلاني راح وياك يا ويلي ويلي ويل. لازم تكمل صراحة يعطيكم يعني العافية وانتم صراحة شرفتونا اليوم ضيوفنا نورتونا مذيعنا بعد راسي بدر طبعا احييكم واقول كل عام والشاهد بخير وانا يشرفني اكون معاكم انا والاخ العزيز بدر كرم. تفضل مايك وياك حبيب قلبي. والله مذيع معنا ما له داعي احنا المايك حبيب قلبي ما له داعي احنا نرحب طبعا انت وغنيين عن التعريف. طبعا معنا الفنان حمود ناصر وبدر كرم طبعا معروفه يعني انت صرت من الجادرنج انت اصلا واحد من الجادرنج من المؤسسين الجادرنج معروفه صرت انت ها معروفه انت واحد معروفه انت اول تمسك انت عندنا اليوم ما يهتم عندنا ليش؟ لا 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 لازم تطوفني انا ما راح اشر اليوم احاول بس لازم تطوفني شويه. الفنان حمود ياسر يعطيك العافيه ما قصرت تغنية بصراحه وايد والله ترى اسمه حمود ناصر مو حمود ياسر لا حمود ناصر قلت حمود ياسر قلت حمود ناصر ثبت له اليوم انا ابي لا لا قلت حمود ناصر حبيبي وانا انا عن التعريف ما له داعي واحد يغلط باسمه يعني بعد عمري انا بالعكس انا يعني جدا سعيد اني انا بهالمناسبه خاصه اليوم اكون معاكم اليوم محتفل معاكم شرف لنا وبس يعني مش اقول ما عندي حكي اقول احنا مستانسين عشان انت موجود ويانا بصراحه انا واحد من الناس ابي اقول لك مبروك على البومك الجديد توني بقولها مبروك على الله يبارك فيك والبومك صراحه روعه واللي ما سمع يا جماعه يسمع غصب طيب واقول لكم اياها من هني زين مكسر البومك صراحه مكسر حبيبي. طبعا اليوم موضوع حمود عندي لان بما ان انا واحده من القوفه بس سمعت شواب سمعت قدامك قال لك ان انا احش انا من القوفه فراح اقعد الله يستر معك اسئله لقافه اليوم انت اليوم موضوعك معاي الله يستر الله يستر واللي ما تعرف ان انا واحده بس اتناقض يعني عادي الحين تسمع مني كلمه بعد شوي اغير رايي لا عادي عادي يعني انت لا تستغرب انا اشيل عن القلم بعد راسي يعني يمكن اقول لك اغنيتك حلوه بعدين اقول لك شنو هذا بسرعة تدوبي عادي اطلب عليك عادي عندها انفصام بالشخصية لا كسرة اعطيك تسك ساعة خبلة يلا تفضلي اول شيء ابي اسالك شنو اسئله؟ ابي شيء من القوف اعطوني اعطوني باور صار لك ساعة وانا بشوف بس ما شفت نفس ما قالت عن نفسها نست بالبداية احنا ما نبي نتكلم طابع تقليدي وما شنو اليوم احنا كذي مستانسين مع بعض كلنا كذي شنو تحب تقول بالبداية يعني تلفزيون شاهد وانت اليوم جيت لنا شرفنا بصراحة والله انا من زمان للامانة يعني لا يعني ما قاعد اجامل يعني من زمان انا حاب يعني اطلع في القناة هذه المميزة الله يسلمك والحمد لله يعني اتاحت لي الفرصة اليوم ان بعيد ميلاد انا اقول عيد ميلاد قناة الشاهد اني اكون موجود معاكم. هم احيي في ناس من وراء الكواليس قاعد يشتغلون لي احييهم عندك منتديات حمود ناصر علي الاميري من ابو ظبي كذلك احيي خليل وعلي وعبد الله ناصر احييهم عبر القناه اليوم لان قاعد يشاهدون حتى من ابو ظبي ودبي وهذا قاعد طبعا اي اوجههم تحيه وثاني شيء صراحه يشرفني اني اطلع مع اخوي بدر كرم اليوم للامانه يعني واحنا شرف لنا انكم اثنيناتكم موجودين بس اليوم بس احنا نجمعكم اثنيناتكم شوفوا هذه مفاجاتنا اللي قلنا لكم عليها احنا تفاجئنا احنا اليوم تفاجئنا جينا قالوا لنا ان بدر كرم بيكون موجود